الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. انخفض مؤشر سوق العراق للأوراق المالية بنسبة 0.94% متوقفا عند 595 نقطة، وبلغ عدد الأسهم المتداولة نحو 738 مليون سهم بقيمة أكثر من 748 مليون دينار عراقي، وذلك حصيلة 239 صفقة. وسجل المؤشر ارتفاع أسهم ثلاث شركات وانخفاض أسهم ست أخرى، كما حافظت خمس شركات على أسعار أسهمها. ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة الأجنبية لتصل إلى 205 ملايين دولار، وذكرت مصادر صحفية إن مبيعات البنك المركزي ارتفعت بنسبة 5.13% لتصل إلى 205 ملايين و697 ألفاً و719 دولاراً أمريكياً، غطاها البنك بسعر صرف بلغ 1460 ديناراً لكل دولار. وذهبت المشتريات البالغة 186 مليون و577 ألف و719 دولاراً لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي بشكل نقدي. حذرت لجنة الزراعة البرلمانية من مخاطر ومعوقات عديدة تواجه الموسم الزراعي المقبل بما يهدد الأمن الغذائي العراقي. وقال عضو اللجنة علي البديري إن هناك العديد من التحديات والمعوقات التي تواجه الفلاحين، والتي قد تكون سبباً في خسارة كميات كبيرة من المحصول الاستراتيجي، بما سينعكس سلباً على خطط الاكتفاء الذاتي، مضيفاً أن من بين التحديات مشكلة مياه الري التي ما زالت حتى اليوم بلا حلول بعد انخفاض حصص العراق المائية. تصدر سعر نفط خام البصرة الخفيف قائمة أعلى الأسعار داخل منظمة أوبك، وارتفع سعر خام البصرة المصدر لآسيا بنسبة تغير بلغت 1.30% ليصل إلى 72 دولاراً للبرميل، في حين سجل الخام العربي السعودي الخفيف 71 دولاراً للبرميل. يأتي ذلك بينما سجل الخام البصرة الثقيل انخفاضاً بنسبة 1.7% ليصل إلى 64 دولاراً للبرميل. ارتفعت أسعار النفط عالمياً بعد بيانات أمريكية أظهرت تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.22% لتصل إلى 69 دولاراً فاصل 55 سنتاً للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.34% ليصل إلى 72 دولاراً فاصل 85 سنتاً للبرميل، مدفوعاً ببيانات من معهد البترول الأمريكي أظهرت تراجع مخزونات النفط الخام بواقع 2,900,000 برميل الأسبوع الماضي. تراجع الذهب بسبب ارتفاع الدولار ومخاوف بشأن النمو العالمي على الإقبال على المخاطرة، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 1,788 دولارا للأونصة، ليحوم قرب أدنى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 1,789 دولاراً فاصل 70 سنتاً للأوقية، بينما استقر الدولار وهو ملاذ آمن منافس للذهب بعدما صعد لثلاثة أيام متتالية. هذا وتراجع البلاتين إلى أقل مستوى في ثلاثة أسابيع تقريباً عند 971 دولاراً للأوقية. ختام الموجز، إلى اللقاء.